شاشة المحور، البرنامج أحلى النجوم. نجمة مستحيل تتوقعها، مضيفة للمرة الأولى في أحلى النجوم. خلي بالك، أنا أول مرة أمثل، أما بتفرج عليها دلوقتي بحمد ربنا إن هما ادوني فرصة تانية. كوسي شلبي تسأل ريهام عبد الغفور عن حياتها الخاصة. في علاقة لاف هيت كده مع الفنان، بيحبوه قوي بس أول ما بيغلط بتحس إن هما بيشمتوا فيه. وهل يتدخل زوجها في عملها؟ أنا عايزة أمثل وعايزة أخد جوايز. ريهام تعترف أمي تغضب أحيانا من بعض ملابسي. طبعا هي متحفظة أكتر من اللازم، فهو اللبس اللي أنا لبسه دلوقتي حالا ده. بس إحنا في الجونة يعني مش معقول هتنزلي الجونة، ده لبس الجونة يعني. وأعاني من الخجل الاجتماعي. أنا كنت مكسوفة من فكرة الناس الكتيرة بتتفرج عليا والتمثيل، وإن أنا خايفة أغلط للزميل يزعل، كان شغلني حاجات تانية. تابعونا وحلقة خاصة جدا فقط وحصريا على قناة المحور. أحلى النجوم الثلاثاء 11 مساء على شاشة المحور.